الا من المملكه العربيه السعوديه. شوف الفعاليات في قطر واحتفالات اليوم الوطني. والله شوف ان شاء الله، واتمنى لقطر ان شاء الله بازدهار دائم ان شاء الله. اكيد مريتوا في فعاليات غير فعاليات الرمايه. لا والله توني خاش وعلى طول خشيت الرمايه يعني على طول. اي الرمايه معروفه اصلا يعني. شوف الدعوه العائليه تدعي انه التواجد العائلي في فعاليات درب الساحل. والله انا اتمنى يعني اتمنى هالقطر يحيون الحفلات هذه بالذات من هالقطر، يعني هالقطر هم ديرتهم هذه، طبعا هي ما تعتبر ديرة هالقطر، ديرتنا احنا بعد، يعني احنا خليج واحد ووطن واحد نعتبر، يعني هالقطر لابد ان يحيون الحفلات، يحيون المناسبات، على اساس يكون قطر دائما دائما تكون بازدهار افضل وافضل ان شاء الله. يا تميم المجد مالك شبه ولا خصم، جل من سوى صفاتك وفرق خصالها، والله شعبك يحبك وفي حبك يهم، كل كلمه بمحبه جنابك قالها. يا تميم وهبتك غيري الحر العدم، وقفتك سطر بها الوقت طيب افعالها، لك شموخ ولك مكانه ولك الصعايب كلها شارب فنجالها، سجلت تاريخ لك كل موقف بالصميم، فزعتك للناس من طيبتك وفضالها، ربي يعطاك الصرامة مع العقل الحليم، الضعف تروفها والصعب تنالها، يا قطر يا درة الكون والله العظيم، اني شغلة من خلق ربي بمنزالها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء تبارك الرحمن. درب الساعي الحقيقه يعني قفزه نوعيه وحركه شعبيه وحركه وطنيه، شعور الوطني الحقيقه اللي شايفينه نحن يعني امتداد من الروح الى الروح الحقيقه. اكيد في منظمه الهلال الاحمر القطريه قدمت الكثير من المساعدات لرواد درب الساعي، لو نتحدث بشكل بسيط عن هذه المساعدات. احنا في درب الساعي الحقيقه قدمنا كثير مشاركات، واهم شيء انه شاركنا في اطار الطوارئ وخدمات الاسعاف، وكان المميز في هذه السنه اللي هي الدراجات الهوائيه اللي طبعا صديقه للبيئه، صديقه للانسان، قريبه من الانسان، الحقيقه بتشوفوا انتم المسعفين على الدراجات الهوائيه بقرب كل الزائرين وبين الزائرين وبكل تقنيه وبكل امان ان شاء الله تعالى. يعطيكم العافيه. عافاك الله، اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. وامير البلد وكل اهل البلد والمواطنين، وقطر بتضل بامن وامان ان شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم. واحد من المنظمين المتواجدين في فعاليات درب الساعي للسنه الخامسه. أين كيف تشوف الأجواء ما بين السنوات الماضية وهذه السنة؟ والله الحمد لله بفضل من رب العالمين كل سنة والإقبال يتحسن ويكون للأفضل، والسنة هاي بالذات ما شاء الله الإقبال مثل ما أنت شايف ما شاء الله، يعني بالذات على الرماية العادية والرماية الإلكترونية الإقبال يعني ملحوظ ومتزايد أكثر من السنوات القادمة. إن شاء الله المسير ودرب الساعي مفتوح، تتوقعون زيادة من الناس متواجدين في الكورنيش او درب الساعي؟ لا نتوقع في الكورنيش وفي درب الساعي، يعني بعد فعاليات الكورنيش نتوقع ان شاء الله يتواجدون عندنا في درب الساعي، وعندنا حتى بعد اليوم الوطني اخر يومين اللي هم الجمعه والسبت بعد موجودين احنا ان شاء الله. يا رب. فعاليات درب الساعي السنه هذه مختلفه. مختلفه جدا ومتميزه عن السنه اللي فاتت، ويعني متقدمه كثير عن السنه اللي فاتت ورائعه، والناس يعني مبسوطين جدا، يعني رائع كل شيء فيها ما شاء الله رائع، يعني وبعدين منظمه في التنظيم فيها كثير يعني متعوبه عليه. يعني جربتوا فعاليات غير فعاليات الرمايه؟ والله جربنا اهم الفعاليات اللي مريتوا عليها. والله احنا الاشياء كلها حلوه الموجوده، يعني المحلات، التصوير، الاكل، الاشياء، اسامي المحلات رائعه، اختيارها، تنظيمها، تجميعها مع بعض، الاماكن ما فيها زحمه، يعني دخلنا الرقم كان قدامنا 300 خلال اقل من 10 دقائق، اخذنا الفعاليه، ما نتوقعنا انه ما يصير شيء هذا، بس سبحان الله، وفي تنظيم رائع يعني وراء الامور هاي، متميز جدا صراحه السنه هاي. ان شاء الله المسير ودرب الساعي مفتوح وحنكون موجودين ان شاء الله من الساعه 8 الصبح لين ما يسكر ان شاء الله. الله يعافيك، الله وانت بصحه وعافيه وكثر رايتكم بيضه ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يحفظكم. حياك. شفت القطار اللي موجود السيارات القديمة والألعاب والحوش؟ حكا الحمام معطوني هاي استمارة؟ ايه حق السيارات القديمة. جربت الرماية الحين انت؟ لا.
بتجربها الحين؟ ايه. ها؟ شلون تشوف الرمايه حلوه؟ ايه. ومستانس فيها؟ تتمنى كل سنه تيجي هني وتحصل اشياء جديده وتشوف فعاليات اكثر؟ ها؟ ايه. المدرسه جابتكم اليوم؟ لا. متى جابوكم المدرسه؟ كنا يوم الاثنين. انزين. اول ما رحنا اول شيء رحنا المتحف. زين. حصلنا هاي السيارة القديمة الكبيرة. طلعنا بعدين رحنا نلعب يوم دخلنا هاي متحف المباريات. زين. لعبنا كورة. خسرت. ليش؟ ما أعرف كيف ألعبها. بس المكان كان حلو يعني أنت تستانس فيه مستانس أنت. اليوم أبوك جايبكم ها؟ إيه. بكرة بيجيبكم ولا تروحون بات الكورنيش؟ بكرة؟ إيه. بروح المسيرة. إيه المسيرة على الكورنيش. هلا هلا ها؟ يلا يعطيك العافية. شوف عالية درب الساعي. والله شيء طيب الحمد لله. جينا مع الأهل والأهل مستانسين في المكان. وبهالسنة إن شاء الله ما شاء الله أحسن عن السنوات الماضية. الحمد لله. كيف شفت الجمهور المتواجد في درب الساعي؟ الخدمات المقدمة من قبل اللجنة المنظمة درب الساعي؟ لا الحمد لله كل شيء مرتب وكل شيء تمام الحمد لله. ونعمل احنا نتمنى ان شاء الله يتواصل على طول السنه يعني مو بس فتره 10 يوم ولا 11 يوم. هذه امنياتنا ان شاء الله. ان شاء الله يعطينا هذه السنه. ايه تختلف كثير ما شاء الله. وهالسنه ما شاء الله منظمين احسن من قبل وفيه ترتيب وجوائز احلى. حتى في الرمايه يعني قبل ما كانت منظمه وتلاقي الزحمه كذا طالع مره واحده، بس الحين الحمد لله ما شاء الله مرتبين وكل شيء وجوائز حلوه. حتى تشوف رقم واحد رقم اثنين منظمين عدل. والله حلوة ممتعة وبعد فيها أشياء وايد. جيت مع المدرسة أنت؟ إيه. في شيء يختلف ما بين المدرسة وما بين العصر؟ لا. كيف؟ كل شيء أوكي يعني العصر الصبح. كل شيء حلو كل شيء مرتب؟ إيه. اليوم أنت جاي مع أهلك وإخوانك؟ إيه. مستانسين كلكم في درب الساعي؟ إيه كلنا مستانسين. الله يعطيك العافية. كيف؟ على درب الساعي. الحمد لله والله تمام. انا جيت صلي اكثر من يوم باجي ومستانسين وايد يعني. الجماهير متواجده في درب الساعي. والله الاعداد كل يوم بتزيد وكلهم بتحس البسمه في وجوههم فرحانين. رحت والله خيمه اكثر وحده لفتت انتباهي تبعت التلفزيون قطر والله فيها اشياء حلوه. طبعا النصع دائما كل ما اجي لازم اجي هون يعني عندي هوايه رمايه. وفي اكثر من خيمه رحتها في قطر فاونديشن خيمه الدوحه كل اشياء حلوه. كل عام يتميز عن عام. كيف تشوف هذا العام درب الساعي؟ هذا العام هو كل سنه في اشياء بتزيد يعني انا اول مره اشوف هنا اللي هي المظليين لما ينزلوا هذه حلوه عجبتني يعني.